وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور سالم حميد، رئيس مركز المزمال للدراسات والبحوث. مساء الخير دكتور. حياك الله مساء النور. دكتور، كيف تفسر هذا التعنت القطري تجاه مطالب دول المنطقة، وقطر ترى نفسها هي الوحيدة التي على حق خلافا لهذا الإجماع؟ فهذا ما يثير العجب صراحة. يعني قطر هي نفسها لا تعرف ماذا تريد، هي تعمدت إرسال قائمة المطالب إلى القائم مقام في أنقرة، والذي بدوره رفض المطالب الخليجية واستمرت على تعنتها هذا الغير مبرر. فنحن جميعا نعرف أن قطر انتفخت أكثر من اللازم ولعبت أدوارا سياسية وإعلامية أكبر من حجمها، وهذا الأمر يعني انعكس على طبائع وسلوكيات الشخصيات القيادية التنفيذية لديها من أسرة آل ثاني تحديدا. نعم دكتور، إصرار قطر على الخروج على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي وخاصة الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين دول المجلس، كيف يعني ينظر إلى هذه التجاوزات القطرية بحق أشقائها، ولماذا لا تنظر قطر لخروجها على هذا الإجماع وهذه الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين دول المجلس؟ والله يا أخي تعرف ما يثير الاستغراب وما يثير يعني بالفعل العجب، إصرار القطريين سواء الإعلام القطري سواء الشعب القطري سواء الجميع قيادته أنهم ينكرون جميع التهم الموجهة لهم. يعني بجاحة قطرية عجيبة، كافة الدلائل، نحن قدمنا لهم كافة البراهين وكافة الأدلة، يا جماعة الخير يعني خفوا بلاكم عنا، يعني كل ما نطلبه نحن من قطر بأن يعني توقف المكايدات السياسية، توقف اختلاق المشاكل، توقف يعني تخف من بلاها عنا، صبرنا عليها أكثر من عقدين. ولكن قطر لديها ثنائي الشر، ثنائي الشر هؤلاء حمد بن جاسم وحمد بن خليفة، هؤلاء اثنين الثعلبين الماكرين هما من يتحكمون في قطر. يعني حتى أن نحن سمعنا عن عندما بدأت دول الخليج التي قاطعت قطر في البداية بتصريحات الأمير تميم التي نفوها وقالوا أنها تم حصل اختراق، هذا كلام غير صحيح. ما حصل وأنا متأكد من كلامي هذا أن الأمير الوالد هو من كان يريد بث تلك التصريحات، والأمير الشاب يعني في البداية رفض. يعني تخيل أن هذا الأمير الشاب أعقل عن والده، ولكن الأمير الوالد عاند وبثته وكالة الأنباء القطرية، ولما شافوا حجم المشكلة قالوا أن حصل اختراق. يعني هذا ما يعني لا أفهمه من القطريين، لماذا الإصرار على الإنكار؟ كل ما نريده من قطر، يا جماعة الخير أنتوا أخواننا وأنتوا أهلنا وأشقانا، كل ما نريده منكم اعتذار عن ما سبق وتنفيذ المطالب. نعم. هل هذا كثير؟ نعم، من دبي دكتور سالم حميد رئيس مركز المزمال للدراسات والبحوث، شكرا جزيلا لك.